احنا يعني هنختم، ولكن قبل الختام لازم اخد كلمه من حضرتك تخص جامعه القاهره. حلم حضرتك اللي اكيد بيراودك في هذه الفتره او المشروعات القادمه لجامعه القاهره؟ لا يعني حلمي لجامعه القاهره لا ينتهي. انا بحلم ان جامعه القاهره دائما يعني تتقدم، تصبح في قلوب المصريين وهي كذلك تتقدم في كل المجالات. حلمي ايضا يعني البسيط جدا ان تستمر هذه الاصلاحات في جامعة القاهرة وأن تتوسع وأن يعني يقتدى بها في أماكن أخرى. إحنا ما بنقولش إن إحنا في الحقيقة ادينا لجامعة القاهرة، بالعكس كل ما أنفقناه من وقت وجهد وفكر لجامعة القاهرة هو مستحق، ولا يمكن أن نرد جزء من أفضلها علي أنا شخصيا، لأنه جابر نصار كشخصية عامة وكأستاذ القانون، جامعة القاهرة كانت قدر الله الذي صنعه، الذي كان شديد الاعتزاز جدا بهذه الجامعة. حلمي للفترة القادمة هو الفرع الدولي، أنا راصد له دلوقتي في حدود 800 مليون جنيه، يمكن على شهر 7 الجاي يزيد المبلغ مليار جنيه، ده مبلغ نستطيع أن احنا نبدأ به بداية كويسة. لازم نعرف أن السياحة التعليمية ده لازم ناخد بالنا منها. النهارده لما طب القصر العيني دخل في التصنيف الدولي من سنتين وبقى رقم 223 على مستوى العالم، انا جالي طلبات لدراسه الطب في مصر في القصر العيني 13,000 طالب. تخيلي لو انا عندي مكان علشان يدرس ال 13,000 طالب، ال 13,000 طالب دول رسوم دراستهم 134 مليون دولار. ال 13,000 طالب دول بيقعدوا فترة الدراسة في حدود 32 أسبوع، يعني 8 شهور في 4 ب 32 أسبوع، يعني الطالب الواحد ب 32 سائح ممكن يقعد أسبوع. الأمر الثاني ده مش جاي في فوق سياحي ياكل ويشرب بتيكت ويمشي، ده بيعيش في مصر، بيأجر سكن، أهله بيجوا يزوروه، بيصرف، بيشتري، بيعيش. يبقى إذن النهاردة السياحة التعليمية مصدر مهم جدا للدخل القومي المصري. لذلك احنا بنقول مرة تانية إصلاح التعليم له أثر اقتصادي مهم جدا، له أثر تنموي، له أثر من ناحية التأثير الوطني في العالم. أنا كنت في زيارة لإحدى الدول العربية، نائب رئيس الوزراء فيها عارف أن أنا موجود، فطلب أن هو يلتقي بي، فرحت ليه، قال لي انا لما عرفت ان انت في هنا انا جيت، انا متعلم في جامعه القاهره. ولذلك احنا بنفتخر ان احنا نقول تعلمنا في جامعه القاهره. ولكن يا دكتور جابر، اولادنا هيجي يوم ما يعرفوش مصر ولا جامعه القاهره، ما تعلموش في مصر. صحيح. اذا النهارده لابد ان تحرص الجامعات المصريه على ان هي تستقطب اولادنا. احنا مش سعداء إن أولادنا يروحوا يتعلموا في البلاد الأوروبية والأمريكية، إحنا عايزينهم يتعلموا في مصر. هذا الموقف في الحقيقة أثر فيها تأثير بالغ جدا، وده بيستدعي إنه لابد من العودة القوية للجامعات المصرية للدول العربية ودول شرق آسيا. أكيد. أشكرك دكتور شكراً. جابر شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي كان، أنا لمست جدا حضرتك كنت بتتكلم معانا من قلبك، وتكلمنا في تفاصيل كتيرة تخص الجامعة وخارج الجامعة. أنا بشكر حضرتك جدا، ونتمنى لك التوفيق في هذا المنصب من نجاح لنجاح، ونتمنى لجامعة القاهرة أيضا الازدهار دائما. شكرا جزيلا أستاذ دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.